كابتن امير بيتوقع ايه؟ يعني انا بعترف بصراحه كابتن امير من الناس اللي هي بتتكلم بمنتهى الشفافيه، يعني ما بتجاملش، بتقول دايما اللي انت متوقعه وشايفه، وده معروف عنك. توقعاتك النهارده السير هيبقى عامل ازاي، والكف ارجح لمين؟ طبعا انت بتتكلمي في دولتين كبار، بتتكلمي في يعني فرقتين محترمين جدا. مصر طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب ان شاء الله. السنغال برضو من الاسماء المرشحه في البدايه زي مصر بالظبط. في نفس الوقت انت عندك لعيبه كويسه جدا في السنغال، عندهم مجموعه كبيره جدا من المحترفين وصلوا الفاينل كذا نسخه وما كانش فيهم ليهم توفيق. اكيد هيلعبوا بروح انهم بروح المكسب، عارفين قيمه المنتخب المصري، عارفين قيمه التاريخ بتاع منتخب مصر، اللعيبه اللي موجوده. وفي نفس الوقت انت عندك محمد صلاح طبعا والجهاز الفني والجيل اللي موجود دوت، اكيد عنده طموح ان هو ياخد بطوله كويسه جدا، خصوصا ان صلاح يمكن لعب كذا نسخه ما حصلش نصيب، واخر نسخه لعب فيها كنا خرجنا من تصفيات كاس عالم وخرجنا من ليس الافضل يعني. فهو اكيد يعني الماتش هيبقى صعب جدا، والوضع اكيد هيبقى اللقاء صعب فيه شد عصبي، لكن اتمنى اللعيبه تكون هاديه، تلعب بروح قويه جدا، تركيز ان شاء الله مع التشكيل اكيد المناسب. اعتقد ان شاء الله يعني مصر باذن الله ليها الافضليه وليها القوه بتاعتها من خلال انت عندك لعيب احسن لعيب في العالم عندك النهارده، هيديك دفعه قويه جدا ان شاء الله مع الروح اللي موجوده مع الثقه اللي انت اكتسبتها من بعد اللقاء نيجيريا. الطموح بيعلى والثقه، وده اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول. ويمكن انا بجد انا هوند او كريم سالت كتير جدا، كانت ناس خايفه، قلت لهم انا شايف من وجهه نظري بخبراتي ان المنتخب هيجي من بعيد، مش من بعيد ان انت منتخب قليل، انت اسم كبير طبعا. فعشان انت اسم كبير حصل لك دروب في اول لقاء، وعندك في ماتشات في ناس هتخرج بعض، وفي ناس فرق خفيفه هتطلع فرق كبيره، وفي اثنين هيقابلوا بعض اقوياء. وده كله حصل بحذافير، ده اللي حصل بحذافير. وفي نفس الوقت اتمنى ان شاء الله المنتخب يا رب يا كابتن.